السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وليد ووليد رجعتكم في جديد وإن شاء الله في هذا الفيديو الحلقة الثانية من تختيم لعبة God of War Shines of Olympus، النسخة الأسطورية شباب اللي بدأنا تختيمها. نعم طبعا الدعم جدا أسطوري، شكرا على دعمكم في الحلقة الأولى، فشفت عليها تفاعل جدا رهيب شباب، تعليقاتكم كلكم تقولوا لي كمل فيها وهكذا، استمر في اللعبة مرة رهيبة، فراح نستمر فيها أكيد. هو أصلا من دون أصلا ما تحصل على دعم راح أكمل فيها شباب، لأنه هذه الألعاب مرة أعشقها أنا، فراح أختمها لكم في القناة هكذا. جميل جدا صح، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وأيضا شيء جدا مهم أنا أنسى أقوله دائما أنسى شباب، كل مرة أقول لكم صح تضعون لايك وتشتركوا، لكن هذا شيء جدا مهم، لما تشتركوا شباب فعلوا الجرس. نعم والآن يا عزيزي المشاهد حتى إذا كنت أنت مشترك ادخل لقناتي وتأكد، شوف إذا أنت مفعل الجرس أو لا، اضغط على زر الاشتراك وراح تلقى خيار all، اضغط عليه فعله. نعم ضع الكل اشترك واضغط على الكل، نعم يعني راح تلحق الإشعارات الخاصة بالمقاطع لما أنزلها أول بأول، تكون أنت من أول أشخاص اللي يشاهدوا المقاطع، فلا تنسوا شباب هذا لا تنسوا. فيلا طولت عليكم معليش، كل مرة شباب أطول أنا. يلا التحميل اكتمل. نعم يلا يرجعنا أينما توقفنا، وطبعا يوجد شباب مكان عيب شباب، شوفوا على اليمين ترون على اليمين، هذا المكان اللي على اليمين مكان عيب، لكن لما نروح هناك يعني نجمع شباب تلك الحمراء اللي نحتاجها لكي نطور اسلحتنا. شوفوا هنا وهكذا نطور شباب سلاحي، او اوكي سلاحي انا راح اطور سلاحي الصراحه. فيلا روح 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 ديم 1360 احتاج لكي اطور شباب، اطور الليفل الثاني، اتوقع اني راح اروح اقوم بتلك الشغلات هناك لكي اجمع شباب تلك الاحمر، واكيد ما راح اعرض هذا الشيء. نعم لقد اخذنا شباب فقط 75، يا ليتني لم اقم بهذا الشيء. اوكي المهم يلا، فانا المهم اني اخذ ذاك الاحمر شباب ما يهمني، لانه جدا مهم نطور الاسلحه وهكذا، ما راح نخلي اي صندوق، وانا في الفيديو اللي قبل شباب لاحظت بانه ضيعت صندوق، فلا ادري ما لاحظته، بعد التصوير لاحظته. فيلا يلا اجلد اجلد اجلد، والله ضروري نطور شباب حركاته لانه كانها شويه ضعيفه. شوفوا المفروض هادو ضعاف جدا اقضي عليهم هكذا بسرعه، شوفوا شوفوا يطولوا وطشيت. اوكي الان يوجد هذا السهم، يلا اوه هناك شباب ذاك الوحش لاحظته، نايس جمع جمع ما تخلي اي شيء، اوه لكي لا تخليهم يصعدوا اسقطت ذاك شباب لا ما اسمه سلم، اوه يعني ما يخليني هو افتح الباب. ماذا افتح؟ اوكي بالدائرة انسى دائما، اعطيني يلا. كيف نستخدم الحركة شباب؟ نسيت صح تلك الحركة، هاي وش قاعد يسوي؟ والله ما ادري وش صار، وش هي قاعد يسوي؟ علقت ام ماذا؟ اتوقع علقت اليد، هاي رجعت رجعت. المهم كيف يستخدم تلك الحركة؟ والله نسيت يا حبيبي، لا ليس هنا، هذه لا، كيف؟ والله انسى شباب، تلك الحركة اللي كسبناها في الفيديو السابق تتذكرونها؟ والله لازم اشوف التعليمات هنا، نعم ها هي، كيف؟ ما يقول لنا كيف نستخدمها؟ لا تقول لي اوه والله ما يقول لنا اتوقع، والله ما ادري نسيت مع الاسف. يلا يلا تعال تعال الى هنا، المفروض نحركه، شد 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 اجلد اجلد، انقلعوا اسقطت ذاك السلم ولا زلتم تطلعوا؟ لا تقول والله صعدوه. اوكي يلا 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 امشي يلا، يوجد سلم اخر هنا، يلا اوكي نايس. الان خلينا نعمل هكذا شباب، يلا روح، نعم الان ماذا؟ على من تطلق اصلا الى هناك؟ لا المفروض شباب نعمل هكذا صح، انا طلقت هناك. اوكي تعال تعال راح اوريك، نعم تعال، خلصوا اصلا اولئك شو الاشخاص الضعيفين، يلا اطلق عليه يلا. اوه والله هذا جدا قوي هذا الوحش، هرب هرب شباب شفتم، ولا ياثر فيه ولا شيء. اوه الان راح نقدر نفتح الباب، يلا نعم
لكن انا متاكد 100% انه راح نرجع له ذاك الوحش الشباب ونقاتله. نعم راح ياتينا في مكان معين ونقاتله. هذه المزهريات وهذه الاشياء جمعها كلها. يوجد سلم ويوجد شباب طريق منه هناك. اوكي خلينا نجمع. هنا لا يوجد اي شيء. اوكي لا تنسى اي شيء يا وليد. انا هكذا شباب لازم اجمع كل شيء. اوكي لا احتمل ان اخليها. ما هذا؟ طيب وذاك السلم؟ الله اكره شباب لما يحطوا لي طريقين. هي كيف لا تقول لي لا اخيرا ظننت بانه لا يصعد. كنت راح اخليها شباب. انا ظننت بانه هذا السلم هو الطريق يعني الرئيسي وهكذا، وذاك الطريق اللي من هناك لا، لكن هو طلع هذا هو السري. نعم تخيلوا لو خليناه. شوفوا وش فيه في هذه الاشياء وهكذا. نعم الريشه هذه. طبعا راح تسالوني وش تسوي بتلك الريشه وهكذا. ايضا في اللعبه يوجد عين شباب، انا اعرف هذا لاني ختمت الجزء الاول، عندي فتره قليله من ختمته في البلاي ستيشن 2. العيون تلك شباب تطول لك خط الدم. نعم والريشه تطول لك خط ذاك الازرق شباب اللي هي الخاص بالحركات. اوكي الحركه تلك شباب اللي نكسبها، الحركات الثانيه هذه يا شوف، هذه الحركات الثانيه شفتم كيف. فيلا هذه قاعد اشرح لكم شباب. اوكي نزل. نعم جميلة الصراحة، والله جميلة متعة شباب غير طبيعية. لا تقول لي يرجع، لا ما يرجع. نسيت اني اغير شباب الازرار هذه الخاصة بال هذه شباب اللي يعملها داش. واتى راح اشوف اذا اقدر شباب او لا. جلدوا فرموا شفتم. لازم نقضي عليه. اوكي خليني اشوف وارجع لكم. والله ما عرفت شباب جدا معقده. يلا خلينا نقضي. اوكي راح يصعب علينا اننا نعمل داش، لكن معلش راح نحتمل شباب. اوكي لانه اللي ما شاهد الفيديو السابق، لكي نعمل داش لازم نضغط على الاروان والالوان في نفس الوقت والانالوج لكي نتحرك. فجدا صعبه شباب، تخيلوا ثلاث ازرار في نفس الوقت. اجلد يلا. اوكي تجلد وتعمل داش فقط، هذا وش تسوي. نايس. لا 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 يلا لا 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 اقفز نايس ابلع. يلا متى يموت هذا؟ متى؟ والله خسارة نسيت كيف اعمل الحركة شباب، لازم استكشف. هكذا اضغط ضغط الازرار. اوكي الاروان وماذا والمربع لا والاكس دائرة الاروان والمثلث. نعم الاروان والمثلث. اوكي يلا اضرب ابلع يلا نايس. كل هذا لم يموت، لا اله الا الله. يلا خذ نحتاجها. تعال يلا. اوكي ظننت باني مت. يلا تعال مربع يلا ابلع. جلدت وجلد شباب نايس. اكس يلا رجع لي هيلتي. نعم رجع لي، والله جلدته. افتح لي الطريق. نعم الآن حان وقت تمشيط المكان. هل يوجد شيء؟ نعم يوجد هذا الهيلت. خلينا نشوف إذا أنا أحتاج هيلت فراح أخذه شباب. نعم هكذا. الآن خلينا نكمل طريق. هنا لا يوجد أي شيء صناديق. أوكي في شوية أصلا. فيلا شباب خلينا نكمل في طريقنا. ديم كسر لا تخلي أي شيء، كل هذا راح نحتاجه شباب، تطوير قدراتنا وكل شيء. اوكي جميل جدا. يلا سيف. اوكي تعال هذو الاسهم شباب سهلين مره. يلا اوكي نايس. لا يوجد حركه اخرى من غير
لا المربع والمثلث شباب فقط، هذا هي الحركات الموجودة، ويمسك بالدائرة وخلاص هذا وش يوجد. اوه نايس، هذه العين او الريشة. اوه العين ديم نايس. فيلا يلا يلا جلدتهم، نسوي شباب سيف. يلا يلا على السريع اكس. نعم هكذا، نعم عملت سيف. خلاص خلاص الان نكمل في طريقنا يا حبيبي. اوه كأنه يوجد هنا مكان. لا 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 اوكي، ظننت بانه مكان لم اذهب اليه. يلا اطلع هكذا. والله الصراحة الشكشة انه راح يأتي ذاك، هذا باب يفتح لا ادري. لا لا يفتح، صدوا تعال. يلا يلا امشي، يلا اجلد اجلد مرة ضعاف. اوكي كومبو كومبو نايس. لا احتاج لا احتاج الان. خلاص الان هنا لا يوجد اي شيء. لو 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 اوكي نايس. ابلع ابلع خلاص الان نروح شباب من هنا. اوكي ابلع، اسقط هذا اسقطه لكي لا يطلع. قاعد والله طلعوه في نفس الوقت، انا اسقطتهم طلعوه، شفتهم شباب ايش هذا. اوكي تعال هكذا. نعم الان هنا كيف. الحمد لله شباب، لو قفزت وهم اطلقوا علي اسقط في الاسفل، فالحمد لله شباب قفزت يعني بشكل جيد. اوكي جمع هذه، كم جمعت للان؟ خليني اشوف. 1360 يبغالي، او 700 اوكي لا علينا. يلا نحطها كلها، تبقت لي 500 شباب و95. يلا اوكي تقريبا 600 لكي نطور هذه الحركات للليفل 2. نايس يلا يلا اوكي جلدتهم الان. مازال يطلعوا. يلا يلا روح روح، لا تطلعوا لا تطلعوا، لا نريدكم ان تطلعوا. انا مدمج ام لا؟ اوكي لا لا، لو كنت مدمج راح ارجع لذاك الهيلث شباب اللي هناك. فيلا الان اتوقع انهم خلصوا الان. الطريق من اين؟ من هون. نعم لازم نكسر هذه. كسرتها اوكي، ظننت بانكم خلصتم لكن ها كل شويه يصعدوا السلم ذاك. والله لا اقضي عليهم، اريد صراحه تجميع شباب ذاك الاحمر لازم ضروري. يلا الان دائره يا حبيبي نصعد. نسينا مزهريه، مزهريات وصناديق مع الاسف، لكن يلا عادي شويه اصلا. فالان لا نحتاج هيلت الان هنا. صناديق ديم، جمع جمع اوكي. افتح. نعم يا هذه الطريقة هذو يتدمروا، لا يتدمروا شباب. نعم هذو يتدمروا اكيد، الصناديق كلنا نعرف لا شيء سري. فيلا الان خلينا نكمل شباب هنا. اوكي كسر خلص، خلينا نكمل. بوابة، يلا يلا نفتحها، متحمس شباب اللي راح يصير الان. لا ادري لماذا، اتوقع راح يهجم علينا وحش ذاك اللي خلينا. سبحان الله سبحان الله، تكلمت عنها اتى. راح راح، لا تقول لي والله راح، ما راح نقاتله يعني. خلاص يلا خلينا نقاتله ونتهنى منه، لانه الصراحة قهرني كل شوية يأتي ويروح، اريد ان اقضي عليه وخلاص افتك منه. ما هذا؟ لا ادري، جثة شباب، جثة هذه صح؟ اوكي نعم، شو نسوي بها؟ لا اعلم، اتوقع لغز شباب. فيلا خلينا نجلدهم هذا اللي هنا. تعال 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 تعال. جلد صاحبه رأيته؟ اوكي تعال تعال الى هنا، تعال جلد صاحبك. يلا 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 انقلع. اوكي جلدته خلاص. يوجد زر. اوكي خلينا نتفاهم مع هذا هنا على السريع. نعم شوفوا شباب يوجد زر ولازم نروح من هذه البوابة. نعم لكن ما نقدر، شوفوا ها ما يلحق
لا هنا اللغز، اوكي. ونحن كأوه ما كان سري هذا، لا ما في اي شيء. كما لاحظتم شفنا نحن ذاك شباب، هذه الجثه، اتوقع راح نضعها هناك صح؟ نعم. فيلا خلينا نشوف اماكن سريه او شيء لا يفتح. خلينا نكمل شباب، نصعد الى هنا لم نرى. فوق فوق يوجد صناديق او صندوق، ما ادري، اتوقع صناديق او لا ادري. خلينا نصعد هناك ونشوف. يلا 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 الادرينالين. اوه صناديق والله، شفتهم؟ اوكي ديم. متحمس متحمس لي اطور شباب السلاح، هذا السلاح. نعم وهنا ايضا. يلا ابلع. ها والله ايضا شوفوا صندوق اخر. صناديق جدا كثيرة شوف في هذا المكان. هذا الباب لا يفتح، لا يفتح. خلاص الآن خلينا شباب نكمل هنا. أنا هلتي نعم، ما نقص، تخيلوا ما جلدوني ولا سووا لي شيء، شيء مرة مرة ضعف قلت لكم. يلا نريد مستوى. صندوق. أوكي وتلك الجثة شباب وش نسوي بها؟ نحملها أيضا أتوقع. ها شوفوا، ها نحملها. ماذا يعني هذا؟ يوجد صندوق أيضا، رأيتم ذاك الصندوق صح؟ فيلا الآن ها عرفنا هذه وش نسوي بها شباب. ها نضعها هنا وندخل، لكن ذاك الصندوق راح نحتاجه أتوقع، فراح نجيبه شباب معنا. أوكي نعم توجد تلك الحركة أيضا اللي ندفع هكذا سريع شباب، موجودة أيضا في الجزء الأول من اللعبة. يلا يلا راح روح. هذه مرة مرة راح يعني تنفعني الحركة هذه، شوفوا ها مرة مرة رهيبة. أنا حرفيا ما أخذه معي ولا أدري شباب لماذا للآن. أوكي يلا ندخله إلى هنا ونشوف إيش الوضع. أوكي روح لا يدخل. أوكي كل هذا المشوار ولا يدخل ليه؟ والله ما أدري. أوكي عرفت عرفت شباب، ذاك الصندوق هو اللي نحطه هناك، فهمتم شباب؟ فهذه الجثة هي اللي ناخذها هناك، فهمتم كيف؟ نعم أنا فهمت. فيلا شوفوا الصندوق هذا هو اللي نحطه هنا، شفتم الغاز لازم تفكر. أوكي فيلا الآن هذه ناخذها شباب إلى هناك. أوكي يلا يلا ضعها. نعم هكذا شفتم كيف؟ والله نايس الصراحة، شيء جميل، الغاز مرة مرة رهيبة. خلينا نكمل شباب، ندخل هنا. يلا نريد علامة السيف يا حبيبي، لأنه نريد أن نوقف. خلاص اكتفينا، لعبنا بشكل كبير. والله كأنه اللعبة تقرأ أفكاري شباب، وش هذا يا حبيبي؟ أوكي يلا يلا نعمل شباب السيف، والله شيء جميل الصراحة. فهذه أتمنى تكون عجبتكم شباب حلقة اليوم، وراح نكمل في هذا الشيء أكيد. دعمكم شباب فقط، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس. أعيد أذكركم شباب فعلوا الجرس، ويلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.